عملية التأهيل والولوج إلى عالم الشغل ارتأنا اليوم أو يعمل قطاع التكوين المهني بالتنسيق مع الشركاء والمتدخلين من مصالح الأمن والفاعلين في المجتمع المدني إلى تنظيم وتجنيد كل الوسائل المادية والبشرية والموعد التكويني وتقديم كل الفرص التكوينية المتاحة من جهة وتكريس الفكر أو الفكر الأمني والوقائي والسلامة المرورية لدى المواطنين ولدى الشباب وذلك من خلال هذا العمل الجواري التحسيسي مع القطاعات الأخرى والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. التسجيلات راهي مفتوحه الى غايه 26 فبراير عبر هذه المنابر او المراسلين الصحفيين، يعني ندعو الاولياء وندعو الشباب للتقرب الى قطاع التكوين المهني وكل الابواب مفتوحه الى غايه 26 فبراير. وشكرا.